والحديث عن هذا الملف معنا من واشنطن الباحث في الشأن الإفريقي إبراهيم أدريس سليمان. أهلا بك أستاذ إبراهيم. بعد هذه التطورات المتسارعة في ليبرفيل في الجابون، ما المتوقع الآن خاصة بعد تعيين رئيس انتقالي للبلاد؟ بلادنا شكل الحدث في حد ذاته حدث فاجأ العالم، حيث الجابون لها تاريخ طويل في تجربة ديمقراطية فيما عدا محاولة انقلاب واحدة فاشلة كانت في 2019. الآن العالم كله، ورأينا كثير من التصريحات من دول السوق الأوروبية، فرنسا، روسيا، كلهم قلقين، والصين أيضا دخلت في نفس الاتجاه. هناك قلق عالمي على ما تم ويحدث الآن في الجابون، لا سيما أن الانتخابات يعني وصلت إلى نتيجة قد تكون ليس مرضية للمعارضة ولكثير من القوى المراقبة، حيث هناك هيمنة من أسرة واحدة على مدى حقبتين. الحقبة الأولى كان فيها الأب عمر، حكم أكثر من 42 عاما وتلاه ابنه الآن الذي كان أيضا ضالع في العمل السياسي سابقا كوزير خارجية، كوزير دفاع، كشخص كان مسؤول على حتى دفة العمل السياسي إبان سلطة أباه. فلهذا هناك حقيقة تضم الفقرة الممارسة الديمقراطية، لكن العالم الآن مندهش أنه يتم هذا الانقلاب، لا سيما هناك سلسلة انقلابات في غرب أفريقيا. تماما. لذلك نسأل هنا أستاذ إبراهيم، قبل الحديث عن العوامل على الصعيد الداخلي، إن كان موضوع الوراثة السياسية، الفساد المستشري، أيضا هناك أيضا عوامل دولية أريد أن أسأل عنها. هذا المقال في صحيفة نيويورك تايمز يقول بأنه خلال السنوات القليلة الماضية تعاملت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي مع كل انقلاب عسكري يقع في منطقة الساحل بصفته أزمة خاصة. هل نتحدث هنا عن أخطاء ارتكبت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين أدت إلى ما يجري الآن؟ لأنه ما يجري فعلا يدل على هنا خروج السيطرة، أو يعني تفلتت الأمور من يد الفرنسيين والأوروبيين. بلا أدنى شك بما يسمى بنظرية الفوضى الخلاقة، الآن أفريقيا تعيش هذه الأزمة، أوروبا أيضا والغرب، قد يكون هناك حسابات خاطئة، حيث يعني يتعاملون ضمن مصالحهم قبل مصلحة الديمقراطية في حد ذاتها. رأينا ذلك في أزمة النيجر. الآن أمريكا لم تقف بشكل عدائي مع الانقلاب، رغم أنها لها علاقة مع بازوم، لأن هناك مصالح استراتيجية اقتصادية تحكم سياساتها. عليه كثير من الدول الأوروبية وبقيادة فرنسا أثبتت فشلها في هذه الديمقراطية العاطلة، الديمقراطية التي لا تمثل الجماهير، الديمقراطية التي تأتي عن طريق فساد ودعم شركات اقتصادية. رأينا أيضا أنه الجابون في حد ذاته، في وجود شل توتال، برينكون اللي هي أنجلو أمريكان أنجلو فرنسا شركة، استحواذهم على 75% من ثروات البترول. الجابون لها فقط فيما يحاز 20% من هذه العائدات. هناك المنغنيز، هناك الحديد، هناك اليورانيوم، كثير من هذه الاقتصاديات ليست في 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 إطار حصة التنمية المستدامة في أفريقيا. عليه هذه الانقلابات هي شكل من أشكال الثورة التي تقودها حركة ضباط، وهؤلاء الضباط ليس جنرالات، معظمهم ضباط صغار السن من البحرية، من السلاح الجو، من الدرك الجرمان، من الحرس الجمهوري اليوم في الجابون. ولذلك المعارضة تتزايد لوجود فرنسا في هذه المستعمرات السابقة في أفريقيا. أستاذ إبراهيم، تتزايد هذه المعارضة، هل على باريس الخروج من العلاقة مع القارة الإفريقية؟ لأنه ماكرون يتحدث يوم أمس عن ضرورة هنا إيجاد شركاء جدد في أفريقيا، هل ما زال أصلا أي شريك جاهز للتعاون مع فرنسا؟ فرنسا فشلت فشل ذريع في غرب أفريقيا تاريخيا، وكان العالم يترجى من هذا الليبرالي أن يكون متفهم لثورات الربيع العربي في المنطقة العربية، لكن رأينا فرنسا موقفة في ليبيا، موقفة في كثير من الدول، تقف ضد مصلحة الجماهير وضد الحقوق الوطنية لهذه القوة السياسية التي تؤمن على مستقبل أفريقيا. عجز فرنسا وفشلها هو وصلف، وأكد وأكرر، صلف حديث ماكرون للأفارقة أجد من حدية
الخطاب الجماهيري ضد التغلغل الفرنسي والوجود الفرنسي الغير مستحب والذي رأيناه تقهقر في بوركينا فاسو، في مالي، في النيجر الآن. نعم، شكرا جزيلا لك من واشنطن الباحث بالشأن الإفريقي إبراهيم إدريس سليمان على هذه المداخلة.